الشهيد إبراهيم الرفاعي بلغ على أساس في نفس يوم 6 أكتوبر اطلع على مطار الناظر وخد معاك كام فرد. طلعت الثلاث طيارات وكان مقرر ان الطيارات الثلاثة ينزلوا على الأرض ويضربوا بالأربشهات بترول البلاعية، خزانات بترول البلاعية، ولكن الدفاع الجوي الإسرائيلي برضو كان لسه في روح، فقال لك لا ما ننزلش، وبدأ يضربوها بالصواريخ بالأربشهات بالنبل من فوق. ظلت الخزانات الوقود دي مشتعله لمده 3 أيام نار جهنم، لان كانت كلها مليانه وقود، وذلك لحرمان العدو ان ما ياخدش البترول بتاعنا ويحاربنا بيه. وهم راجعين اتصابت طياره سقطت في خليج السويس، استشهد على اثارها المرحوم احمد مطاوع، والمرحوم محمد فؤاد مراد اتخذ اسير لانهم نزلوا باللانشات لقطوا الاسير. طلعنا على الغردقه ونزلنا من الغردقه دي وجبه اولى الى جزيره شدوان. الكلام ده كان يوم 10. هدينا شويه حوالي ساعه واستنينا لما اخر الضوء يبدا حوالي الساعه 6 نبدا نتحرك، وبدأنا نتحرك لقينا الموج عالي جدا على اساس نوصل، واحنا ايه كل لانشات محمله الصواريخ، كل لانش فيه قذف الصاروخ وفيه حوالي 16 صاروخ، كل صاروخ وصاروخ قد كده مركب على اساس نروح ننزلهم على الارض وبالاقلام الزمنيه احنا نمشي وتضرب القوات الاسرائيليه من الخلف. الاستطلاع الاسرائيلي كشف حاجة في المية فبدأ يحدف ينور فكشفنا وسبنا ومشي. السلام عليكم، خد بعضه ومشي. راح بلغ ان في فدائيين او حد جاي، فبالعملية النهاردة لا نرجع. فرجعنا من نص الدفاع بقى، هي المسافة من شدوان لراس محمد بشرم الشيخ 105 كيلو، احنا كنا قطعنا نص المسافة. الساعة 6 نفس الميعاد رحنا راكبين لانشاتنا كله تمام. يوم 11 كنا الأول يوم طالعين بست لانشات، راح متوفر لانشين من الواحد اتقلب والتاني كمان متشكرين، وطلعنا بأربع لانشات إسرائيليين بلانشاتهم مستنيينا. أول ما بان عندهم حاجة طلعوا ضرب على طول. فالشهيد إبراهيم الرفاعي قال ورايا. لما لقينا في الضرب فوسام قال ايه؟ لا بدل ما يبقى على 3 على 4 اخد انا يمين. هو لسه بيقول اخد انا يمين ورحنا عطلانين قدام الدخل دي. اول ما ضرب اللانش وسام راح ايه، راح مأمن ومطلع الدانه منه، ورحنا راح واخد اتجاه السعوديه اليمين ده وجرينا. ما ضربتوش اللانش؟ لا ده كان لسه جاي، كان لسه هو شافنا جه ورانا، اللانش شافنا جه يجري ورانا، احد يضرب دانات نسمع دب، يقوم وسام شاتت البنزين ومحود يمين او شمال ويجري، نقوم نلاقي انت بتجري كده يضرب لك كده، نقوم احنا حدين تدي الدانه كده. رجع اللانش طلعت لنا طياره، هي دي اللي لعبتنا يعني، طياره اسمها سوبر مستير 4000 جميع الاجواء. راحت معديه من فوقنا ما ضربتش، التاني بيظبط السرعه بتاعته مع سرعتنا واحنا بنجري على اساس لما يضرب يلف تاني، لما يضرب يضرب كده نكون احنا دخلنا في هذا المكان. وسام اول ما يسمع الطياره بتضرب من فوق الفكرزات بتاعتها يقوم شدد البنزين مره واحده وداخل يمين ومد سريع، نفاجئ زي دانات الدبابة المرمى الاقي شيولة رز او شيولة زلط بتنزل، واحنا كده 10 مرات. يوم 14 طلعنا ضربنا منطقة شلاتيب للبترول بالكامل، ولما احنا ضربناهم القوات الاسرائيلية دي الفجر بدأت تطلع دبابات تضرب علينا، جريوا.
وكانت قوات إسرائيلية هجمت على رأس غارب بتضرب لنا البلانسات اللي راح تدعم الجيش الثالث المحاصر ساعتها. ظللنا موجودين نقاتل لحد يوم 22 اللي هو كان وقف إطلاق النار، وإسرائيل ما احترمتش هذا الوضع. ظلت تعبر طول الليل على أساس تقتل من قواتها في الضفة الغربية عندنا في الإسماعيلية، بس قوات المظلات وقوات الصاعقة والمجموعة 39 قتال حاصرناهم وأجبرناهم على الفرار إلى أنهم اتجهوا إلى يوم 24 إلى مدينة السويس، ونزلت لهم بقى أبطال المقاومة الشعبية وأبطال منظمة سينا يوم 24 وخلصت على معظم القوات الإسرائيلية في الدبابات.